لا مفيش خطة دلوقتي للبتاع، هي الموضوع كله اختلاف وجهات نظر فنية وحاجات كده وخلاص يعني. الموضوع مفيش بلان عندنا، ما عندناش خطة معينة يعني ماشيين عليها. الخطة بتاعتنا دلوقتي ان احنا بنعمل فيلم انا وهشام هنصوره في شهر واحد بس. المسلسلات دلوقتي لا، احنا موقفين مسلسلات دلوقتي عشان نعمل سينما، لان يعني المسلسلات بتاخد وقت ومجهود كبير جدا، فاحنا بالنسبة لنا السينما اهم يعني، فمركزين دلوقتي في السينما. عندنا فيلم دلوقتي بنكتبه، معانا ناس تانية بتكتبه، معانا محمدي ومحي وتامر ابراهيم، بنكتب فيلم انتاج احمد السبكي وكريم السبكي، المفروض نخش نصور في شهر واحد ان شاء الله. مهم جدا بالنسبة لي ان وجود جايزة للممثل الكوميدي، ودي اول مرة تعمل السنة دي في المهرجان، حاجة مهمة جدا لان الممثل الكوميدي دايما مظلوم في الحتة دي، في حتة الجوائز وكده، ومحتاج تشجيع دايما، والتمثيل الكوميدي هو اصعب بكتير جدا من التمثيل العادي.